يكون حامي مرمى منتخب سوريا في التظاهرة الكبيرة القادمة الآسيوية. وهنا انطلاقة وربما فرصة هدف للكرامة والكرة في الشباك. هدف ثالث للكرامة. هدف ثالث وحسن عبد الفتاح في إيجادها نادي جبل أمام مرمى مصعب، لكن مهند يتقدم. مهند إبراهيم يلعب العرضية، إذا حسن عبد الفتاح بالفعل هو من سجل وليس المدافع. حسن عبد الفتاح المحترف الأردني يضع الكرامة في المقدمة بعد هذه الكرة الممتازة الساقطة خلف المدافعين. خدوش كرة أمامية باتجاه جمال الرفاعي، سرعة كبيرة من جمال وخروج من مصعب الذي يمارس يعني دور المدافع في هذه الكرة بقتالية كبيرة. مصعب انطلاقة بهجمة مرتدة خطيرة، المحاولة الآن من هدف إلى جبلي إلى هدف للكرامة، وحسن الفتاح يتقدم ويسجل بروعة بإمكانياته الكبيرة بمهاراته الفنية الرائعة. يتقدم يتخطى الدفاع يتغلب على الحارس أسامة حاج عمر ويسجل للمرة الرابعة للكرامة في هذا اللقاء. 4 أهداف للكرامة، 3 لجبلة. مباراة يعني كبيرة، مباراة غريبة وعجيبة، وأيضا هناك يعني أخطاء كبيرة في دفاع الفريقين. كما قلت من هدف إلى جبلة تتحول الكرة إلى هدف لمصلحة الكرامة. لاحظ المراوغة والمرور السلس والرائع من حسن عبد الفتاح.